تعال شوف هذول الآن مجتمعاتهم، تلقى بيها خير، تلقى عند مطر طول السنة مثلا، تلقى أكو عند نعيم، تلقى أكو عند سعادة، قلة عقد، تلقى الله ما بالي بنوع من الجية في حكمه مثلا، ها كلها هاي تلقاها موجودة عنده. ليش ليش ها شنو السبب يا أخي؟ يتعاطفون تمام. تقول دول يشربون عرق أو دول يزنون، شرب من عندنا خلي هو يشرب عرق أو يزني، أنا شو العلاقة به؟ التحشيل بالتعاطف، تراحم، المودة، عدم الاعتداء، ما حد من عندهم يعتدي على حق الآخر. المفروض أن عند قانون يمشي ضمن القانون ما يعتدي، ها تجي تريد تصعد بسيارة تلقى دول لازمين سيرة واحد بعد واحد، امتلأت السيارة امتنعوا تلقائيا ما حد يصعد، تيجي ليك يهمشك ويدفعك بيديه ورجليه ويصعد لي قدام، ها لا سلوك حضاري ولا خلق ولا إنسانية ولا ذوق. ها من هالنوع تلقى هذا عنده تتعامل وياه، غير لما تتعامل وياه تطمئن أنك أنت تتعامل مع إنسان يرعى لك حقوقك. شو هو الدين؟ شنو تميما علقها بأعناقنا؟ الدين مودة ورحمة وسلوك حسن، سلوك حضاري مهذب. شوف ذولا لأنهم يتراحمون يتعاطفون، واحد يرعى حقوق الآخر، يتناصفون، ما حد يظلم الآخر، طبعا الله يرحمهم. ما أريد أقول مجتمعهم مثالي، قد يكون أكو بيه نقائص، لكن نسبية تجي لمجتمعاتنا تلقاها صايرة كلها نقائص، ولذلك تشوف الله يرحمهم، لأنه هذا بعدين الأشياء المنحرفة الله هو رايح إلى الله وما راح يفلت من يد الله.